الأمراض والعقد اللي تحصل بالثدي فعاليته دائما من النوع الحميد ويمكن علاجه ببساطة. نسبة السرطان الشكل نسبة قليلة من العقد اللي تظهر في الثدي، يمكن علاجها إلى حد الشفاء إذا اكتشفت من البداية يعني في وقت مبكر. يصبح الفحص الدائم للثدي أمر مفيد. شلون نعرف إحنا شلون نكتشف؟ لازم أكو فحص. وش وقت نسوي الفحص؟ هسه راح نبدي. تبدي عملية فحص الثدي من خلال سن البلوغ، من سن البلوغ فما فوق، يعني أول ما البنية تبلغ تبدي تفحص شهريا، تفحص نفسها للتأكد إذا يصير أي تغيير، أي عقدة، أي شيء تكتشفها من وقت ممكن تعالجها حتى ما تتطور الأمور وتوصل مرحلة صعبة. إيش وقت يكون الفحص بالنسبة للنساء؟ أحسن وقت للفحص الثدي يكون في الأسبوع الأول من انتهاء الدورة.